من أجل هذه اللقطة فعلا هذا انفراد بالمرمى، هذا انفراد بالمرمى، وبالتالي قد يتطور الموضوع الآن إلى إشار البطاقة الحمراء، قد يتطور إلى إشار البطاقة الحمراء. هذه الكرة لم يكن فيها استفادة، وبالتالي يزن نعيم لو يزن نعيمات لم يستفد من اللقطة الماضية، وبالتالي قد يعود الحكم إلى اللقطة التي كانت قبل ذلك ويعلن عن وجود الخطأ ويشر البطاقة الصفراء أو الحمراء على مدافع نادي الغرافة من خلال هذا التدخل. خلاص اتخذ قرار خميس بعد العودة إلى تقنية الفيديو، والأمور الآن ماذا هناك أسلم خوجايف، توختا خوجايف يعلن حكم المواجهة. هذه اللقطة شايفين المرور الآن، مر يزن نعيمات وبعد ذلك يأتي التدخل والإعاقة والعرقلة، والقرار يأتي من خلال هذه الكرة بوجود الخطأ وبوجود